تم تجديد عقود شركات الخليوي مؤخرا لمدة 6 شهور. هالشيء أساسا لم يكن الحل الأفضل بالطبع، ولكن كان حل الضرورة، لأنه انتهت مدة العقود ولا يمكن للدولة اللبنانية أن توقف العمل بمرفق عام مثل المرافق هذه شركات الاتصالات. طبعا بمرحلة أولى اضطر وزير الاتصالات أنه يمدد جزئيا ومؤقتا إلى أن يكون مجلس وزراء وافق على الحل، وكان في 3 حلول: إما التمديد للعقود هذه، أو طرح مناقصات جديدة أو مزايدات جديدة ليدخل شركات جديدة تتعاقد مع الدولة لفترة زمنية طويلة، أو يتم خصخصة القطاع. طبعا الخصخصة لم تكن واردة بالأوضاع الراهنة، ولا أسباب سياسية متعددة لم يكن باستطاعة الحكومة أن تدرس ملف الخصخصة بهالوقت هذا، مع أنه هو هذا الحل الأفضل. ملف كمان المزايدات على العقود الجديدة كان بده وقت للتحضير ومتابعة من مجلس وزراء. طبعا مجلس وزراء كان عنده أمور أخرى مهتم فيها، فانتهى الموضوع أنه شرينا وقت لمدة 6 شهور إلى أن يتم تحضير هذا الملف وطرح المزايدات للشركات العالمية اللي ممكن تدير قطاع الاتصالات المتنقلة. ولكن بكل هالحالات هيدي، هل اللي عم يحصل بقطاع الاتصالات المتنقلة، القرارات القصيرة المدى اللي ما عم تسمح لا للدولة تعمل خطة استثمارية طويلة المدى، ولا للشركات المشغلة أن تضع هذه الخطة مع الدولة وتنفذها على الأرض، هالشي بينسحب على شغلتين. أولاً، كلفة أعلى بكتير من المفروض تكون كلفة، لأنه عم بتصير الاستثمارات يعني فقط لمتابعة الأمور الضرورية، وعادة لما تكون الاستثمارات بأجزاء صغيرة بتكون كلفتها أعلى بكتير للبنى التحتية. وتاني شغلة اللي هي عدم قدرة الشركات على وضع خطط بعيدة المدى تسمح لها أن تخفض الأسعار، تطور الخدمات لترتقي إلى مستوى خدمات المطروحة بقطاع المتنقل بالمنطقة والعالم، وأيضا أن توظف قدراتها الدولية اللي هو مفروض تعملها عادة لحتى تقدر تستوعب قدرات أكبر لبنانية وتدربها على المدى البعيد وتوظفها، وأيضا تستفيد من حجمها الدولي لتقدر تخفض كلفتها التشغيلية. لذلك الحل الأمثل هو للدولة اللبنانية أن تعير الانتباه أكثر لهذا القطاع، وطبعا هذا كان الهدف اللي وضعه وزير الاتصالات الأستاذ بطرس حرب، ولكن لم نرى اليوم الانتباه المطلوب من الدولة لهذا القطاع. نأمل أنه بال6 أشهر اللي جايين يصير في عليه تركيز أكثر، ويتقدم لبنان بهذا الملف، وعلى الأقل يكون هناك مناقصات أو مزايدات جدية ومحترفة بطريقة محترفة وشفافة، لنقدر ندخل قدرات جديدة على القطاع واستثمارات جديدة.